السلام عليكم. نشرح في هذا الدرس عن الريكيرجن او الاستدعاء الذاتي. في البدايه عندي فاكشن، هذه فاكشن اسمها FUN او اي اسم كان، تستقبل باراميتر واحد وليكن n، ومن ثم نشوف بانه هذه فاكشن غريبه نوعا ما، يعني فيها تو ريتيرن ولكن موجود فيها اف والاس، يعني اذا تحقق هذا الشرط فالريتيرن لكذا قيمه، اذا هو لن يرجع التو ريتيرن معا، وانما اذا تحقق هذا الشرط فنفذ هذا الريتيرن والا فنفذ الريتيرن الثاني. اوكي، اذا استدعينا هذه فاكشن FUN ومررنا فيها العدد 3، اذا سيصبح هذا العدد 3 مكان ال n، اذا بهذا المكان ال n اصبح قيمته 3. if n لا تساوي 0، هل ال n يعني هل 3 لا تساوي 0؟ اذا كان نعم فنفذ هذا الريتيرن. طبعا هذا الريتيرن هو عائد لل if statement، ولكن إذا كان في الـ if statement عبارة واحدة أو سطر واحد فليس هناك حاجة أنه تضع ما بين الأقواس، يعني هذا السطر ممكن أنه تحذف الأقواس وتضع بهذا الصورة، فهو سيفهم بأن هذا السطر هو تابع الـ if statement. حتى لو نزلت سطر، حاليا هذا السطر تابع الـ if statement حتى لو كان بدون أقواس على اعتبار أنه هو سطر واحد. إذا بما أنه هو الـ n بمعنى 3 لا تساوي 0 فسيرجع هذه القيمة، لكن هذه القيمة عبارة عن n زائد FUN لل n ناقص 1. لو نريد ان نفسر هذا السطر، ال n حاليا هو 3 فاوكي 3، ومن ثم زائد FUN وافتح اقواس لل n ناقص 1، n ناقص 1 يعني 3 ناقص 1 يعني 2، اوكي يعني 2 بهذه الصورة. اذا معنى هذا بان قيمة الارجاع هي 3 زائد FUN لل 2، اذا كأنما بهذا المكان سيرجع 3 زائد FUN للاثنين. لكن ما معنى الـ FUN للاثنين؟ الـ FUN للاثنين معناها استدعاء جديد للدالة، اذا استدعى الدالة FUN ومرر فيها العدد 2، اذا هذا هو مفهوم الاستدعاء الذاتي، بانه هي الدالة تستدعي نفسها بنفسها. اذا مرة اخرى نستدعي الدالة ونمرر فيها العدد 2، فحاليا هذا الـ N اصبح قيمته 2، هل 2 لا تساوي 0؟ الجواب نعم، فأيضا سينفذ هذا الريتيرن. إذا n زائد معناها 2 زائد قيمة الـ FUN of n ناقص 1، بمعنى 2 ناقص 1 بمعنى 1، إذا سيرجع هذه القيمة. فمعنى هذا بأنه بدل هذه الـ FUN of الـ 2 سيرجع هذه القيمة. مرة أخرى FUN of الـ 1 يستدعي هذه function ويمرر فيها العدد 1، إذا حاليا الـ n أصبح قيمته 1. هل الـ n لا تساوي 0؟ هل 1 لا يساوي 0؟ الجواب نعم، فسينفذ هذا الريتيرن. إذا 1 زائد FUN للـ n ناقص 1 يعني 1 ناقص 1 يعني 0. أوكي، إذا هذه هي قيمة الريتيرن، سأجعلها بهذا المكان. وفي النهاية FUN of الصفر. مرة أخرى يستدعي الدالة FUN ويمرر فيها العدد 0. الآن هل الصفر لا تساوي 0؟ الجواب لا، فينتقل الى الالاس. اوكي، اذا الاس ريتيرن 0، معنى هذا بان قيمة الارجاع حاليا هي 0. اوكي، اذا بدل هذه سيصبح قيمة الارجاع 0، اذا معنى هذا حاليا قيمة الاكس اصبحت 3 زائد 2 زائد 1 زائد 0، بمعنى انه 6. فعلا بانه عندما طبعنا print of الاكس كان الناتج 6. اذا معنى هذا بأنه لو استدعي الدالة FUN ونمرر فيها العدد مثلا 7، فميكانيكية عمل هذه الدالة بأنه هي تعطيني المجموع التراكمي، يعني بما أنه مررت 6 فهي تعطيني 6 زائد 5 11 زائد 4 15 زائد 3 18 زائد 2 20 زائد 1 21 زائد 0 تبقى 21. أضغط ران، شوف بأنه أعطاني 21 فعلا.